انا وياك خالد. مرحبا أعزائي المشاهدين، معكم اليوم من كابينة التعليق رؤوف خليف. ها هي البداية إذن. أعتقد أنه عليهم التدرج بالكرة إلى الأمام وبشكل أسرع، لكن تمريرات نص الملعب لا تمثل أي قلق للمنافس. تميزوا ويتميزون بصورة كبيرة في الهجمات المرتدة. أيمن حفني، ستويكوفيتش، ترافيكس، شوقي السعيد. لا سلام ولا كلام، هذه كرة إلى الأمام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.